واحد بيقول ما رأي قديستكم في الحب؟ حكايه حكايه بتسأل واحد غير متخصص. بيقول ايه؟ ما رأي قداستكم في الحب اثناء الجامعة؟ وهل يستمر ام انه فترة ومرحلة في حياة الشاب وتنتهي؟ اولا احب ان اعرف ما معنى كلمة الحب. ليس الحب هو مجرد عاطفة بين شاب وفتاة، الحب الحقيقي هو ان لما انسان يحب اخر يحب له حياة النقاوة والطهارة، ويحب ان هذا الانسان لا يفقد ابديته ولا يفقد عفته ولا يفقد سلامة فكره، واذا كانوا طلب في الجامعة لا يفقد ايضا حياته الدراسية. دي نقطة. ثاني نقطة، هل هذا الحب بينتهي بالزواج ولا بينتهي بانتهاء الدراسة وخلصت الحكاية على كده؟ وغالبا لما اتنين بيكونوا في السن واحدة تقريبا كزملاء في الكلية بيكون نادر لما بيتجوزوا، ما بقولش محال لكن نادر. فين لما الواحد يتخرج؟ وفين لما يتوظف؟ وفين لما يلاقي شقة؟ وفين لما يلاقي مرتب ويقدر يدفع شقة ويقدر يأسس بيت ويجيب عفش؟ يعني مسائل صعبة. فاحترسوا من هذا النوع من العلاقات.